Good morning, boys and girls, prep 2. Today we are going to study lesson 4, unit 1, water. طبعا كلنا عارفين أهمية الـ water في حياتنا، بنستخدمها في الـ agriculture، بنستخدمها في الـ personal fields، بنستخدمها in daily uses in our life. طب انا عايزة اعرف النهاردة الـ structure of water او الـ chemical structure of water. احنا عارفين الـ water على هيئة H2O. طيب لما اجي اكتب الـ chemical structure بتاعها انا بكتبها بالشكل ده، O عاملة link او عاملة bond مع الهيدروجين، وعاملة bond تانية مع الهيدروجين التاني. مبدئيا كده بصوا هنا، ايه دي الاكسجين ودي الفيرست بوند ودي السكند بوند. الهيدروجين في الحاله دي هو والاكسجين بيعملوا شير، مش بيعملوا لوز وجين، لا بيعملوا شير للالكترونز مع بعض. فبالتالي البوند اللي بتربط الاو بالاتش هنا هي سنجل كوفالنت بوند، والبوند اللي بتربط الاو والاتش الناحيه دي هي كمان single covalent bond. يبقى الwater molecule عنده two single covalent bond، والاتنين بيكونوا موجودين بالشكل ده، والانجل بينهم بتكون 104.5 degree. يبقى اقول تاني، the structure of water هو عبارة عن two hydrogen atoms linked with one oxygen atom. Each hydrogen atom linked with oxygen atom. They are linked by a bond. البوند دي اسمها single covalent bond. وانا عندي منها في المولكيول الواحد من الووتر two bonds، يبقى انا عندي two single covalent bond في كل مولكيول من الووتر. تمام. يبقى هي combination of one oxygen atom with two hydrogen atom by two single covalent bonds، والانجل اللي بتكون موجودة بينهم 104.5 degree. طب لو انا عندي اكتر من molecule من الووتر، يعني احنا عارفين ان الدروب الواحدة من الووتر فيها ملايين من المولكيولز. طيب لو انا عندي different water molecules، هيبقوا ماسكين في بعض ولا هيبقى كل واحد فيهم لوحده؟ فقال لي لا طبعا هم هيبقوا ماسكين في بعض، هيبقوا linked together. بس في الحالة دي البوند اللي بين الديفرنت water molecule هيبقى اسمها hydrogen bond، لان الاكسجين عندها electron negativity عالي، فبالتالي هتبدأ تعمل attract ل الالكترونز اوف هيدروجين. طيب تعالوا كده نعمل سمرايز تاني. يبقى انا عندي الووتر مولكيول عبارة عن تو هيدروجين اتوم لينكد ويز وان اكسجين اتوم. الهيدروجين ماسكة في الاكسجين ببوند، والبوند دي سنجل كوفالنت بوند للمولكيول الواحد. المولكيول الواحد اهو بقى عنده تو سنجل كوفالنت بوند. طب لو انا عندي two molecules أو three أو four ماسكين في بعض، يعني different molecules وهيمسكوا بعض، يعني اتنين من نفس الفصل مسكوا بعض، فأنا في الحالة دي هقول إن هما ماسكين بعض ببوند. طيب ال two water molecules دول ماسكين بعض ببوند اسمها ايه؟ اسمها hydrogen bond. يبقى في المولكيول الواحد single covalent bond، لو أكتر من molecule ماسكين بعض اسمها هيدروجين بوند. والهيدروجين بوند دي عبارة عن weak electrostatic attraction force بتظهر في المولكيولز of polar compounds. يبقى انا هقول تاني، لو عندي اكتر من مولكيول يبقى انا عندي هيدروجين بوند، لو مولكيول واحد يبقى انا عندي single covalent bond. طيب الهيدروجين بوند كمان قال لي ان هي weak بوند، هي weaker than covalent bond، وهي اللي مسؤولة عن الابنورمال properties of water.
طيب تعالوا نتكلم دلوقتي عن الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. فقال لي اولا هي الووتر موجوده على هيئه 3 ستيتس ات نورمال تمبريتشر. انا ممكن الاقيها على هيئه سوليد ايس، ممكن الاقيها ليكويد ووتر، ممكن الاقيها جاز ووتر فيبر. تمام. تاني حاجه قال لي الووتر از جود بولر سولفنت. يعني ايه؟ كلنا عارفين السولت الملح اللي احنا بناكله في الاكل الطبيعي بتاعنا زي ال NaCl صوديوم كلورايد. السولت لما هجيب ووتر واحط جزء منه في الووتر وهعمل شيكينج او ستيرينج، هبدا اقلب هلاقي ان السولت هيحصل له ديزولف ان ووتر. يبقى معنى كده ان الووتر عمل ديزولف للسولت، والسولت ده ايونيك كومباوند. يبقى الووتر بتعمل ديزولف للايونيك كومباوند زي التيبل سولت او اللي اسمه صوديوم كلورايد. تاني، يبقى الووتر اول ما تقابل ايونيك كومباوند زي السولت هتعمل ديزولف جواه. السولت هيعمل ديزولف جوه الووتر. طيب لو جبت كوفالنت كومباوند، قال لي الكوفالنت كومباوند لو زي الشوجر هيكون هيدروجين بوند مع الووتر يحصل له ديزولف. لو زي الاويل مش هيقدر يعمل هيدروجين بوند مع الووتر يبقى it will not dissolve. طب انا هعمل سمرايز مره تانية. يبقى انا عندي الكومباوندز 3 تايبس، يا اما ايونيك يا اما كوفالنت يقدر يكون هيدروجين بوند، يا اما كوفالنت ما يقدرش يكون هيدروجين بوند. الايونيك زي السولت، السولت مع الووتر بيحصل له ديزولف. الكوفالنت اللي هيقدر يكون هيدروجين بوند هيحصل له ديزولف، والكوفالنت اللي مش هيقدر يكون هيدروجين بوند مش هيحصل له ديزولف. يعني معنى كده ان اغلب الكومباوندز في الووتر هيحصل لها ديزولف، فبالتالي هقول ان الووتر جود بولر سولفنت عشان معظم الحاجات بيحصل لها ديزولف جواه. تمام. يبقى موست ايونيك كومباوند هيحصل لها ديزولف، كوفالنت كومباوند زي الشوجر هيحصل لها ديزولف because it form hydrogen bond with water. some covalent compounds زي الاويل مش هيحصل لها ديزولف because it can't form hydrogen bond with water. طيب يا شباب، كمان هي عندها high boiling and freezing point. البويلينج ووتر، البويلينج بوينت بتاعه الووتر بتوصل ل 100 ديجري سيليسيوس، والفريزنج بوينت بتاعه الووتر بتوصل ل 0 ديجري سيليسيوس. والسبب هنا هو وجود الهيدروجين بوند. طيب كمان بيقول لي ان الووتر الدنسيتي بتاعتها بيحصلها ديكريز اون فريزنج. يعني انا لو جبت ووتر ليكويد وجبت ووتر على هيئه سوليد ايس، هلاقي ان الايس هيعمل فلوت على السيرفيس اوف ذا ووتر ليكويد. ليه؟ علشان الدنسيتي بتاعه الايس less than density of water liquid. طب انا عايز اعرف الدنسيتي بتاعه الايس less than density في الليكويد ستيت ليه؟ فقال لي when the temperature of water decreases وتبقى less than 4، اول ما التمبريتشر بتاعه الووتر تبقى اقل من 4 ديجري سيليسيوس بتبدا الووتر مولكيولز يحصل لها كولكت توجذر، تتجمع وتعمل لي الشكل ده. الشكل ده بسميه هيكساجونال شيب. الهيكساجونال شيب اللي احنا شايفينه عنده لارج فوليوم، وما دام عنده لارج فوليوم فبالتالي بما ان الريليشن انفرس فبالتالي الدنسيتي هتبقى سمول، فبالتالي لما هنحطه على الووتر ليكويد هيحصل له فلوت. هنقول مره تانية when temperature of water become less than 4 هتبدا المولكيولز بتاعه الووتر تتجمع مع بعض، ولما هتتجمع مع بعض هتعمل لي ايس كريستلز بالشكل اللي احنا شايفينه ده،
والايس كريستالز دي واخده الهكساجونال شيب. والهكساجونال شيب لو بصينا كده هنلاقي فيه فراغات كتير في النص، يعني عنده large number of spaces between water molecules، فبالتالي ال spaces دي هتزود الحجم، هتعمل large volume. فلما ال volume بقى large ال density هتبقى small، فال density حصل لها decrease مع ال freezing، وهيبدأ ال ice انه يعمل float. مرة تانية، when temperature of water become less than 4 molecules هتعمل collect together وتعمل لي hexagonal shape. دي عبارة عن ال ice crystals. ال ice crystals عندها large volume، فبالتالي بيبقى عندها small density، فبالتالي ال density بتاعت ال ice هتبقى less than density بتاعت الwater، وبالتالي الايس كريستالز هتعمل فلوت على الووتر سيرفيس. وده كمان بيساعدنا ان احنا نعمل بريزيرف لللايف اوف اكواتيك كريتشر، بمعنى ان الايس كريستالز دي بتبدا تعمل فلوت وتطلع على السيرفيس اوف ووتر، فبالتالي تبدا الكائنات اللي موجوده اندر سيرفيس اوف ووتر تقدر تعيش وتتحمل عوامل الويذر جوه السي. كده نكون خلصنا السيشن بتاعتنا النهاردة، and see you next session. bye bye.